بل يا اخوانا خليك من انه اذا جاك لا انت تمشي تفتش للراجل اللي عنده دين لوالدتك انت. عشان كده عمر رضي الله عنه، حفصه رضي الله عنها وارضاها، يعني لما توفي زوجها عرضها على ابي بكر فسكت لانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكره، ثم عرضها على عثمان، عثمان قال لي ليس لي بها حاجه، قال فوجدت على ابي بكر، يعني قلبها كان اكثر من عثمان رضي الله عنهم اجمعين، فلما ساله وقد خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها قال لم اكن لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث ان عمر رضي الله عنه مشى شاف لبنته الزوج الصالح. فالراجل يا اخواننا زي ما بيقولوا اهلنا بيشتروه بالقروش، البستر العرق، ويكون راجل تمام، لكن برضه يا اخواننا الشباب ما يبقى زول خليقه ساكت. كثير من الاولياء الكلام ده دايرينه، لكن ذاك بيكون لا شغال لا عاطل، تلقاه طبعا الجماعه دي ناس طرق حريه، ذاك سنبنيه ونايم لسه واحده ظهر، تبني شنو انت؟ يدوك شنو ذاته؟ المفروض يطقوك في راسك الكبير ده، عرفته؟ فالشاهد ان يا اخواننا الناس يعني اذا 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 قامت بهذه الوصيه العظيمه، وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يصلح الاحوال. طيب